تقم فوق صوت النبي ولا تجهر ولا تهجر قول كجهر بعضكم كجهر بعضكم كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين اتقوا الله لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن الأمر لعنكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان في قلوبكم إيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله